نكمل تاني شباب شباب الله. هنبدأ دلوقتي في الفيديو الخامس لينا في شابتر 3 اللي هو نشرح فيه ونظبط فيه الجزء بتاع الترانسفورمر والالكتريك موتور. ترانسفورمر سهل جدا والموتور برضو سهل مفيهوش اي حاجة، بس ركز معايا ولما الافكار هتعرف تحل كل حاجة بسهل. خلاص هيفضل فيديو واحد بس اللي هو بعد دوت هنشرح فيه جرافس وتركات مهمة في الجرافس ويبقى الشابتر خلاص. ايه الرول اللي انا هشتغل بيه في الترانسفورمر؟ المفروض الترانسفورمر دوت يعني في قوانين ممكن تشتغل بيها كتير، بس هو واحد بيخلص معظم الافكار اللي هو بتاع البيتا في بي ديفايدد في اس ايكوال ان بي اوفر الان اس ايكوال اي اس اوفر الاي بي، وتحدد الستاب اب ترانسفورمر الكيس بتاعته ايه والستاب داون ترانسفورمر الكيس بتاعته ايه. بالنسبه للستيب اب ترانسفورمر بيبقى معاك ال في اس هاير ذان ال في بي والان اس هاير ذان ان بي ومعاك الاي اس للزان اي بي. عكس الستيب داون بيبقى معاك ايه؟ ال في اس للزان في بي والان اس للزان ان بي والاي اس هاير ذان الاي اي الاي بي. والستيب اب طبعا انكريز الفولتج وديكريز الكرنت وديكريز الباور لوس، والستيب داون ديكريز الفولتج وانكريز الاي. خلاص اللي هو كده. طيب مين البيتا ديت؟ البيتا اللي هي كانت الافشنسي. طيب الفي بي يعني البوتنشال او الفولتج بتاع البرايمري كويل، الفي اس للسكندري كويل، ان بي ترمس البرايمري كويل، ان اس ترمس سكندري كويل، اي اس اي بي انت فهمت. خلاص خلي بالك من الرول ده طبعا بالاضافه للرول بتاع باور ايكوال في فاي. فانت لو عايز باور البرايمري هتعمل في بي تايمز اي بي، لو عايز باور السكندري هتعمل في اس تايمز اي اس. خلاص لو قال لك ايديال ترانسفورمر فكده الافشنسي بي بي 1، ولو جاب لك ان في باتري موجوده معاك في البرايمري، الباتري هي اللي متوصله في البرايمري كويل، يبقى الترانسفورمر دازنت اوبريت لانه بيشتغل دايما مع الاي سي اي اي سي داينامو وبنختار ايه زيرو. وكمان اخر تركايه ان دايما الفريكونسي بتفضل ايه؟ بتفضل خالص. خلاص سجل انت كام الكام معلومه دول كده عشان تعرف تحل الاسئله اللي هي. نبدا كده اول سؤال بيقول لك هنا ان ايديال ترانسفورمر. ايديال ترانسفورمر يبقى الايتا ديت بكام؟ هو ليه 1؟ لان ايديال يعني الافشنسي ب 100%، فانا باخد الرقم ديفايدد 100 يبقى 100 ديفايدد 100 تطلع كام؟ تطلع 1. الكتريك ترانسفورمر هاز multiple secondary coils. ال secondary coils never less only one of them is operated at time and the output graph represents the variation of potential difference between terms of the secondary coil Vs with respect to the number of terms of the transformer secondary coil Ns. Then the produced power. The produced power is the power. Power from the secondary coil when its terms, its number of terms becomes 300 terms and the resistance of its circuit becomes 40 ohm equal كام؟ احنا عايزين الباور لما النمبر اوف ترم يبقى كام؟ 300. طيب تعالى كده نشوف فين 300. ادي 300. لو طلعت قدام 300 الاقي في في بكام؟ الفي سكندري ب 200. طيب بيديك الريزستنس 40، انت عايز ايه دلوقتي؟ انا عايز الباور. ماشي الباور لسه قايل ان هو في 5 وليه قوانين ثانيه من شابتر 1 اللي هو اي سكوير في ار او في سكوير اوفر الار. انت هنا مديك ريزستنس فتشتغل بفي سكوير اوفر الايه؟ اوفر الار. طيب الفي بتاعتك بكام؟ ب 200، يبقى تعمل لي 200 سكوير ديفايدد الريزستنس اللي هي كام؟ اللي هي 40. طب ايه فائده ان هو يقول لك انا عايز قدام 300؟ قدام 300 ترن عشان تطلع تشوف الفي بكام؟ لان لو قلت لك قدام ال 75 فتطلع وتشوف لي ال V 50، قدام مثلا 150 تطلع تلاقي ال V 100، قدام ال 225 تطلع تلاقي فيه فولت ال 150. فهو قال لك انا عايز قدام ال 300 ترن عشان تطلع تختار الفولت ال ايه اللي قدامك. خلاص؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لك from the opposite figure the consumed electric power in resistance R is approximately equal to فين البرايمري وفين السكندري في السيركت ديت؟ ده شكل الترانسفورمر. هنا كده البرايمري كويل وده كده السكندري كويل. ايه اللي عرفني؟ دايما البرايمري كويل بيتوصل معاه السورس اللي هو عنده الفي برايمري.
طيب دايما السكند ريبير بتوصل مع الايه؟ الريزيستنس اللي هي الديفايس. هو عايز الباور كونسيومد في الريزيستنس ار. طيب الريزيستنس ار بكام؟ 25. يبقى انا لو عايز الباور قدامك حاجه من ثلاثه، يا اما في في اي، يا اما اي سكوير في ار، يا اما في سكوير على ايه؟ على ار. بس بالله عليك ما تنسى ان الباور عباره عن ايه؟ في افكتيف، اي افكتيف، اي سكوير افكتيف، في سكوير افكتيف. ليه انا بقول لك كده؟ علشان هنا مديك الفي ماكس، فانت لازم تحولها افكتيف علشان تطلع الفي سكندري افكتيف. خلاص؟ طيب انا شايف الجيفنز اللي عندي معايا، ادي الفي برايمري، طبعا هنحولها 200 ساين 45. ليه؟ علشان احولها من الماكس للايه؟ للافكتيف. وهنا الان برايمري، هنا الان سكندري، فسهل اجيب الفي سكندري. ايه الرول بتاعك؟ ايتا في بي اوفر بي اس ايكوال ان بي اوفر ان اس. مش ده ريكال الايتا هو في الفي برايمري اللي هو 200 ساين 40 كام؟ 45 ديفايدد الفي سكندري اللي انا عايزها ايكوال الان برايمري اللي هي 100 ديفايدد الان سكندري اللي هي 25. كروس مالتيبليكيشن سولف تطلع مين؟ الفي سكندري كويل. بعد ما تجيب الفي سكندري كويل انت كده جبتها ايه؟ جبتها افكتيف. تطلع تقول لي هنا الفي افكتيف ديفايدد الريزستنس اللي هي 20 كام؟ 25. هتطلع الكونسيومد باور في الريزستنس. خلاص؟ انت ما حولتش طبعا، هتطلعها بالايه؟ بالماكس، وطبعا هيبقى ايه؟ هيبقى غلط. خلاص؟ نكمل مع بعض. بيقول لك هنا the number of turns of one of the coils of an ideal step up transformer. step up يعني VS higher than VB، NS higher than NB، IS less than IB. انت اول ما تلمح step up او step down لازم ترص الايه؟ الرصه دي. بيقول لك ان الـ number of turn double الـ number of turn في الـ other coil. then which of the following choices may represent the voltage across each of the two coils. الرول بتاعك هو قال لك ideal، خلاص هنشيل ايتا، يبقى انت معايا VB over VS equal NB over NS equal IS over I mean IB. هو قال لك step up transformer يعني الـ NS higher than الـ NB. قال لك ان في نمبر اوف ترن دبل الثانيه، يبقى مين الاكبر؟ ان اس. يبقى كده الان اس ايكوال تو ان بي. يبقى كده الفي بي على الفي اس ايكوال ان برايمري زي ما هي بان برايمري على الان سكندري اللي هي تو ان برايمري. ده هيكنسل ده، يبقى الريشيو كام؟ هاف. يعني كده الفي بي على الفي اس بكام؟ بهاف. يعني لو عملت كروس مالتيبليكيشن هتلاقي الفي سكندري ايكوال تو في برايمري، يعني الفي اس دبل الفي بي. هتختار مين؟ بيقول لك الفولتج عند البرايمري كويل 90 والسكندري 180 ولا 180 و 220 ولا 90 و 160 ولا 180 و 200. اكيد اول واحده هي اللي تنفع، ان انت البرايمري كويل هاف السكندري كويل، او السكندري كويل الفولت عنده دبل البرايمري ايه؟ البرايمري كويل. شوف السؤال اللي بعده. ركز على الفكره دي بقى، انا بلم لك افكار للترانسفورمر كتوتر. بيقول لك انت عاوز تفيجر تو ideal electric transformers X and Y. في ادي ترانسفورمر X وهنا ترانسفورمر إيه؟ ترانسفورمر Y. The primary coil. The primary coil of transformer X is connected to AC source of 200. مديك هنا ال VB. And the secondary coil of transformer Y is connected to an electric arm that works on potential difference 120. يبقى هنا VS. بس خلي بالك ان الفي اس هنا يخص ترانسفورمر ايه؟ واي، والفي بي اللي هنا تخص ترانسفورمر ايه؟ اكس. امال فين بقى الفي اس اكس والفي بي واي؟ تعالى نقول هنا كده البارت الاولاني في بي اكس، الحته ديت هي في اس اكس، بس شوف متوصله بمين؟ بالفي بي واي، والاثنين ايكوال بعض. لما يبقى الترانسفورمر السكندري كويل بتاع ترانسفورمر كونكتد مع البرايمري كويل لترانسفورمر تاني، فبيطلع عليك ان الفي سكندري بتاعت الترانسفورمر الاولاني ايكوال للفي البرايمري بتاع الترانسفورمر ايه؟ التاني. هي دي فكره السؤال. طيب بيقول لك هنا it's a ratio between the number of turns of the two coils of transformer X 1:3 ان سكندري X على ان بي X 1:3. Then the ratio of number of turns في ترانسفورمر
واي ان بي واي على ان بي ان بي واي على ان اس مين ان اس واي. احنا عارفين طبعا الرول الايتا افشنسي هنا ايديال يعني هنحطها في 1 معاك ال في بي على ال في اس ايكوال ان بي اوفر ان اس ايكوال اي اس على اي بي. مفيش كلام خلاص مش لازم نكتب ال اي. طيب لو قلت لك ان في بي اكس على ان على في اس اكس ايكوال ان بي اكس على ان اس اكس تيجي تعوض كده قال لك ان ان اس اكس على ان بي اكس 1 على 3 يبقى ان بي اكس على ان اس اكس كام 3 اوفر 1 ماشي ومديك الفي بي بكام ب 200 لاكس يبقى ده ب 200 كروس مالتيبليكيشن اطلع الفي مين اس اكس يبقى كده الفي اس اكس ايكوال هتبقى 200 ديفايدد ايه ديفايدد 3 الفي اس لكوي الترانسفورمر اكس هتبقى هي نفسها equal لل V primary mean V primary Y يبقى V primary Y هو كمان بـ 200 على كام؟ على 3 ومعاك الـ V secondary Y بـ 120 طب ما كده خلاص ممكن اجيب الـ NBY على NS مين؟ NSY NBY على NSY تبقى equal VBY على VSY VBY بكام؟ 200 over 3 كل ده على كام؟ على 100 ايه؟ 120 خلاص؟ لو جيت اعملها لك كده ريشيو 200 over 3 كل ده divided 120 يعني كده الانسر هيطلع 5 over A over 9 خلاص تمام. شوف يلا السؤال اللي بعده نفس الفكرة اللي فوق بيقول لك the opposite figure to ideal transformer يبقى إيتا 1 are connected in series then the value of V2 equal كام؟ تعال نشوف ادي V1 هنا كده ال V2 احنا عايزين نعرف ال V2 بكام؟ مبدئيا ال V اللي هنا هي ال V اللي هنا فانا هجيبها من ال first transformer وعوض بيها في second transformer كده V1 divided ال V secondary اللي انا عايزها اللي هي نفسها ال V primary بال second second transformer هتبقى ايكوال ال N على كام؟ على 3N N over 3N اللي هي N كانسل N 1 على كام؟ 1 على 3 ال V1 ب 50 هي ب 50 يبقى cross multiplication تبقى ال VS equal 3 times E 3 times 50 يبقى كده 150 مين؟ 154 بعد ما جبت ده آجي على الترانسفورمر التاني بقى نفس ال V اللي هي 150 يبقى 150 divided ال V2 اللي انا عايزها اللي هي ال secondary coil equal الريشيو كام number of turn عندك n divided 4n يبقى كده n على كام على 4n n مع n 1 ل 8 1 ل 4 cross multiplication يبقى ال v2 equal 4 times 150 تطلع 604 زي ما انتم شايفين الاسئله بتاعت الترانسفورمر تافهه جدا. السؤال اللي بعده step up transformer خلاص انت فهمت step up يعني vs higher than vb وان اس هايز ذان ان بي واي اس لزان اي بي. ستيب اب ترانسفورمر هاز افشنسي يبقى مديك الايتا 80% يبقى الايتا ديت 80 ديفايدد 100 ماشي. The primary coil is connected to an easy source of potential يبقى هنا كده ال V primary. If the ratio of number of turn secondary على ال primary 5 to 1 يبقى مديك n primary على n secondary على ال primary يبقى مديك n secondary على n ايه؟ n primary 5 كام؟ 5 1 بيقول لك then the potential difference between the terms of secondary coil عايز ال VS ايه الرول بتاعك؟ eta VB over VS equal NP over NS equal IS over IB مديك هو ايه دلوقتي؟ ratio NS على NB 1 ل 5 يبقى انت كده ال NB على ال NS تبقى ها؟ ال NS على NB 5 ل 1 يبقى ال NB على NS 1 ل ايه؟ 1 over 5 معاك الايتا اللي هي 80 divided 100 times ال V primary اللي هي 240 كل ده على ال V secondary equal 1 ل 5 هتعمل solve على الكالكوليتر وتعوض عن ال V secondary ب X وتطلع ال value بتاع ال V secondary coil وتختار. السؤال اللي بعده
بيقول لك زي efficiency of electric transformer يبقى ديت البيتا 95 على كام؟ على 100. And it works on potential difference of effective value to 100 volts يبقى ديت كده ال V primary coil. Is the number of turns of its coils 75 و 50 turn. Then the maximum effective voltage can be obtained from the transformer equal كام؟ خلاص ال eta VB على ال VS equal NP over ال NA, NS equal IS over ال IB. طيب هنا مديك ال VB تمام، مديك ال efficiency تمام، مديك ال terms بتاعت ال coils NB و NAS، ناقصك بس مين؟ ال VS. هنا السؤال ناقصه بس، انا واخد السؤال من المعاصر، هو ناقصه بس يحدد لك هو ستيب اب ولا ستيب داون. لو قال لك ستيب اب هتختار ال NS الكبيرة عشان هتطلع اكبر من ال NB، يعني هي تبقى 75 وال NB تبقى كام؟ تبقى 50. لو قال لك ستيب داون يبقى ال NS هي ال 50 وال NB هي اللي كام؟ 75. بس هو هنا مش محدد في السؤال، بس هو في الامتحان لازم يحدد لك، يقول لك الترانسفورمر دوت هو ستيب اب ولا ستيب داون، يا اما يقول لك ويحدد لك الترن ازاي تخص كويل زمان. السؤال اللي بعده بيقول لك انت اوبزيت فيجر if the opposite figure represented a non-ideal شوف ستيب اب ترانسفورمر خلاص انت عرفت يعني ستيب اب. Then which of the following probabilities might be possible for the component X and Y. X دوت مين؟ Y دوت مين؟ هل component X easy source ولا DC source الأول؟ Component X هو قال لك step up transformer. Step up transformer يعني VS higher than VB و NS higher than NB و IS than IB. طب ليه أنا بعمل كده؟ علشان اقارن ال NS وال NB مين اكبر؟ ال NS انت شايف في هنا N وهنا 10N، يبقى 10N higher than ال N، يبقى ده NS وده NB. يبقى انا عرفت كده ان دوت Y ده بتاع secondary coil لكن X ده بتاع primary coil، ودايما السورس بيتوصل مع مين؟ مع primary coil، ده اللي بيتوصل عنده الايه؟ السورس. وكترانسفورمر دايما نوع السورس ايه؟ AC. يبقى انا كده معايا AC source. طيب الـ AC source دوت of 200 فولت ولا 200 فولت؟ الاثنين واحد، يبقى ديت او ايه؟ او دي. طيب اكيد بقى كويل واي بيتوصل مع الديفايس اللي هي الـ R الريزيستنس. طيب بيقول لك ريزيستنس والريزيستنس عندها V بديت ولا الـ V بديت؟ فانا هحسب الـ V. هو قال لك نون ايديال ايه؟ نون ايديال ترانسفورمر. طيب المفروض دلوقتي انا معايا الترانسفورمر دوت، هو قال لك ان هو ايه؟ هو قال لك ان هو ستيب مين؟ ستيب اب ترانسفورمر. تمام، يعني كده المفروض ال VS اهي زي ما احنا كاتبين، ال VS طب هيبقى زي مين؟ ال VB. انا معايا دلوقتي الفاليو بتاعت ال VB ايكوال 200. المفروض لو كان الترانسفورمر ايديال هتعمل لي ايه؟ VB على VS equal NB على NS. ال VB بكام؟ ب 200. ال VS مش عارفين equal NB ب N. NB ب N و NS ب 10N، يعني 1 على كام؟ 1 over 10. ماشي، يعني كده ال VS بكام؟ ال VS equal 10 times 200 يبقى 2000 volt. ده في حالة ان هو يبقى ايه؟ ايديال ترانسفورمر ما حطيتش مين؟ الايتا. لكن ان انت تحط لي الايتا اكيد الرقم هيقل عن 2000 اللي انت طلعتها في الايديال ترانسفورمر. يبقى انت مبدئيا علشان كلمه نون ايديال هنا هتختار ان الفي للسكندري كويل 2000 ولا اقل، اختار رقم اقل. يبقى انت كده عرفت هتختار الانسر سي، ان انت معاك الاي سي 200 فولت ومعاك الفي ار اقل من 2000 في حاله الايديال ايه؟ ترانسفورمر. يا رب تكونوا فاهمين انا بشتغل وبعمل ايه. نشوف كده السؤال اللي بعده هنا. بيقول لك the opposite figure shows
ان ايديال، ايديال ترانسفورمر يبقى الايتا ب 1 ماشي كونكتد بين ان اي سي سورس اند اوب سيل. عايز يعرف نوع الترانسفورمر والريشيو في اس على في بي. تعالى كده انا شايف هنا الفي بي اللي عرفك مع دوت السورس يبقى الفي بي، وشايف هنا البالب عنده اي اس ماشي، وهنا انا شايف في اي مين اي بي، وقال لك ايديال ايه ترانسفورمر، يبقى على طول تقول لي ال في بي اوفر ال في اس ايكوال اي اس على اي بي. معاك ال في بي 220 ديفايدد ال في اس مش عارفين بكام ايكوال ال اي اس، ال اي اس اللي هي ب 3، ومعاك هنا ال اي بي اللي هي 0.3، وممكن تطلع ال في اس وبعد كده تعمل الريشيو. او ممكن حاجه اسهل، هو عايز ايه؟ في اس على في بي، ما هي في اس على في بي هتبقى ايكوال اي بي على اي اس. الاي بي اللي هو 0.3 ديفايدد مين؟ ديفايدد 3. خلاص يبقى انت هتعمل ريشيو 0.3 على كام؟ على 3. 0.3 ديفايدد 3 يعني 1 لتر، يبقى الريشيو معاك 1 اوفر 8 1 اوفر 10. طب نوع ترانسفورمر، انت شايف دلوقتي ان الاي ها اي اس higher than ال i مين؟ ال i b اللي عرفك، ما هو باين اهو ال i s ب 3 ال i b 0.3 فال i s higher than ال i b، يعني ال v s بالذات v b، يعني كده step A down transform. يبقى كده انت تختار مين؟ ال answer B. خلاص كل افكار الترانسفورمر بتتحل كده، حاجات كلها بسيطه وسهله ما تشيلش همها. نشوف كده السؤال اللي بعده، بيقول لك ان ايديال ترانسفورمر عرفت ان الايتا ب 1 ار يوز تو لايت ان الكتريك بالب اون ويتش 120 و 40 واط، يبقى دول يخصوا السكندري كويل الثريد. سو ذا بالب جلوز ويز اتس فول باور اف ذا الكتريك بوتنشال ديفرنس بتوين ذا ترمينالز اوف ذا برايمري كويل، يبقى ال في بي 1 دي. عايز ريشيو الاي بي على الاي اس، وعايز ريشيو الان بي على الان اس. انت شايف هنا في باور سكندري وشايف في في سكندري، هو قال لك ايه دلوقتي؟ ايديال ترانسفورمر، فعلى طول الرول بتاعك هيبقى في بي على في اس ايكوال ان بي على الان اس ايكوال اي اس على الاي بي. هو عايز اي بي على الاي اس وان بي على ان ايه؟ ان اس. طيب لو انا عايز ان بي على ان اس هي دايركت مع ال في، يبقى ال في بي على في اس. ال في بي اللي عندك 180 ديفايد، نطلع نشوف ال في اس بكام؟ 120، يبقى 180 على 120 تطلع 3 اوفر 2، يبقى الريشيو ديت 3 على 2. دي نفس ريشيو مين؟ دي نفس ريشيو الاي اس على الاي بي الانفرس معاهم، يبقى الـ IB على الـ IS يبقى 2 على كام؟ 2 على 3. يبقى هنا الـ IB على الـ IS 2 على 3 والـ NP على الـ NS تبقى كام؟ 3 على 2. خلاص؟ كمل معايا يلا. بيقول لك في السؤال دوت It's a observer to electric transformers X and Y of efficiencies 80% و 90% respectively. Each of them is connected to source of voltage V. Then the ratio between the potential difference of one turn. وركز على الحته ديت، انا عايز البوتنشال لكام turn؟ one turn. طب ده يفيدني بايه؟ ان انت معاك هنا هتجيب لي الاول ال V للترنز كلها وبعد كده تحسب ال V one turn. دي فكره السؤال. طيب انا عايز البوتنشال difference of one turn of secondary coil X على مين؟ على Y. تعال نجيب البوتنشال ال VS لكل واحد الأول للترنس كلها وبعد كده نجيب ال V لل 1A لل 1T. طيب أنا شايف إن في هنا VB وأنا عايز هنا ال VS. تعال نحسبها الأول فوق هنا، ال VB ب V divided ال VS X اللي أنا عايزه equal ال VB على ال VS equal NB على NA على NX. بس المشكله ان في هنا efficiency في ايتا، فانا هشتغل ايتا في بي على في اس ايكوال، فالايتا اللي فوق هنا اول واحده 80% يعني 80 على كام؟ 80 على 100. في على في اس اكس ايكوال ان بي على ان اس
يعني 100 على ايه؟ على 200 يبقى 1 لايه؟ 1 ل 2. طيب لو عملتها كروس مالتيبليكيشن المفروض 80 على 100 اللي هي 0.8 يبقى كده 0.8 v على vsx equal half cross multiplication يبقى ال vsx equal 24.8 اللي هي 1.68. طب ده يخص مين؟ التوتال تيرم. ماشي ماشي. تعالى نعمل نفس الكلام ونطلع ال vsy معاك ال vb هنا ب v يبقى الايتا بكام؟ ب 90 يبقى 0.9 v divided ال vsy equal ال nb ب 100 divided 50 يعني 2 نعمل cross multiplication يبقى 2 vsy equal 0.89 v اودي 2 بالديفايد يبقى ال vsy للتوتال ترن برضه تبقى equal كام؟ 0.9 divided 2 يبقى 0.45 v. بس ده للتوتال ايه؟ للتوتال ترم. طيب تعالى بقى نجيب ال V لل 1 ترم. انا كده طلعت معايا هنا فوق ال VSX 1.6 V لكام ترم؟ 200 ترم. هنعمل كروس مالتيبليكيشن عشان نجيب ال V لل 1 ترم. فكده انت معاك ال 200 ترم مدياك 1.6 V يبقى ال 1 ترم هتديك كام؟ هتعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى 1.6 V divided to 100 يعني هتطلع ليك دي كده 0.008 v يبقى دي اللي انت هتشتغل بيها ك vsx ال 1 ترم. تعمل نفس الكلام لل vs مين؟ sy معاك ال 50 ترم مديك 0.45 v يبقى ال 1 ترم هتديك كام؟ هتديك 0.009 v فدي اللي هتحل بيها كايه؟ كايش. فتيجي بقى انت عايز vsx على vs y لل 1 ايه؟ لل 1 ترم. هتعمل بالكالكوليتر يعمل يلا 0.008 divided 0.009 فيطلع الانسر تقريبا كده ادي كده 0.008 divided 0.009 يعني الانسر يطلع 8 over كام؟ 8 over. خلاص يبقى انت ركز على الفكره ديت كده ان هو لعب على حاجه اسمها بوتنشال لايه؟ لترن واحده فمديك التوتال ترن فطبعا انت لو كملت بالتوتال ترن غلط. خلاص؟ السؤال اللي بعده بيقول لك ذا فيجر ريبريزنتس ان ايديال ترانسفورمر ذات هاز تو سكندري كويلز. لما يبقى معاك اثنين سكندري كويلز ممكن يقول لك انا هشغل واحد من الاثنين فتشتغل بالرول العادي خالص اللي هو ايتا في بي على في اس 1 equal NP على NS1 equal IS1 على الـ IB أو تيجي تقول لي إيتا VB على VS2 لما يشغل التاني بس NP على NS2 equal IS2 على IM على IB ده لما يقول لك أنا هشغل الـ first only أو الـ second only لكن الاتنين operate together هنشغلهم سوا مفيش غير رول واحد بقى اكتبه عندك علشان تحل بيه بتاخد الـ إيتا equal المفروض الرول بتاع الايتا هو عباره عن الباور سكندري على الباور برايمري تايمز ايه؟ تايمز 100 فانت بتقول الايتا ديت ايكوال ايه؟ توتال باور سكندري وتفك في اس 1 في اي اس 1 بلس في اس 2 اي اس 2 لو عندك كمل ديفايدد ايه؟ التوتال باور برايمري. طيب الباور برايمري دوت اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن في بي تايمز الاي اي الاي بي خلاص؟ طبعا الافشنسي ديت بنعملها ديفايدد كام؟ divided 100 ده في حاله ان هو هيشغل الايه؟ ال 2 secondary coils ايه؟ together. طيب تعالى نشوف السؤال هنا هو شغل واحد بس ولا الاثنين مع بعض؟ بيقول لك then operating each of them separately هنشغل كل واحد لوحده يبقى اشتغل بالرولز العاديه خالص كل واحد على انه secondary coil لوحده. فاداك vs1 v بيقول لك separately عايز بقى value vs1 وعايز value vs2 مفيهاش اي مشكله. وقال لك ايديا ترانسفورمر خلاص يبقى في بي على في اس 1 ايكوال ان بي على ان اس 1 ايكوال اي اس 1 على اي بي الفي بي ب 300 يبقى كده انت معاك 300 على في اس 1 اللي انا
is equal NB 600 على NS1 اللي هي كام؟ اللي هي 40. كلام جميل. يبقى انت هنا كروس ملتيبيكيشن وتجيب بي اس 1. طب عايز البي اس 2 نفس الكلام، هتاخد 300 على بي اس 2 بس ايكوال ايه بقى؟ مش 600 على 40، هي 600 تمام للفي برايمري لكن الترنال بتاعت ان اس 2 20، يبقى هتاخد 20 ديفايدد ايه؟ 600 ديفايدد ايه؟ ديفايدد 20. بس هي تقريبا مش 20 ولا 40، هي تقريبا 200 و400 ماشي؟ وبس الفيجر اتاكل منه حته. بس المبدا انا عايز اوصل لك الفكره بس خلاص. فتعالى انا هحسبها لك كده اشوفها هي كام. ادي كده 40 × 300 / 600 تطلع 20. تمام. لا خلاص هي 40 و 20 صح. يبقى هنا ال VS1 طلعت بايه؟ ب 20، يعني اداه اداه. شوف بقى ال VS2 هتطلع كام واختار الانسر ايه؟ الانسر بتاعك براحتك. السؤال اللي بعده هنا بيقول لك it is required to transfer an electric power، ده كده الباور اللي احنا عايزين ننقله من ال power station to one of the factories through a line of resistance 0.8 ohm. If the potential difference at that station is 200 volt. بص بقى معايا، انا بيبقى معايا حاجه اسمها باور ستيشن. الستيشن ديت بوصل منها للزون اوف ديستريبيوشن اكروس ايه؟ وايرز. كلام جميل. المفروض الباور اللي بيطلع من الستيشن في هنا باور ستيشن بيبقى ايكوال الباور لوس الوايرز والباور اللي بيوصل للزون. لو فكيت الباور سكندري او الباور ستيشن هتبقى V تايمز I ايكوال الباور واير V تايمز I بلس باور الزون V تايمز I. انت شايف الكرنت ايه؟ هما كلهم مع بعض سيريس كونكشن، فالكرنت سيم، كنسله يطلع لك ال V ستيشن ايكوال ال V واير بلس ال V ايه؟ ال V زون. مفيش مشكلة. الباور بتاع الواير اللي هو الكونسيومد اللي ضاع بيبقى اي سكوير ممكن في ايه؟ فار. وفي حاجه اسمها دروب فولتج او فولتج دروب بنجيبها من الفي العاديه اي في ايه؟ اي فار. طيب تعال نشوف هنا مديك ايه وعايز ايه؟ بيقول لك انا عايز الدروب ان فولتج. عايز الفولتج دروب يبقى اي في مين؟ اي فار. طيب انت واخد الريزيستنس ايه؟ 0.8. الاي بكام؟ مش عارف. طيب هو قال لك it is required to transfer الباور دوت 300 كيلو وات، هتعمله باي 10 باور ايه؟ باور 3. يبقى ده كده باور مين؟ باور الستيشن. وباور الستيشن ديت ممكن اطلع منه مين؟ الاي. اطلع الاي ازاي؟ كمل وهتعرف. بيقول لك انا هنقله الفاكتوري. بيقول لك if the potential difference at the station، البوتنشال ديفرنس عند الستيشن بكام؟ 1200. طيب ما انا لسه فاكر تحت الباور ستيشن لايه؟ لفي 5. فانا اقول الاي ايكوال باور ستيشن على ايه؟ على في ستيشن. يعني 300 تايمز 10 باور 3 ديفايدد 1200. كده انا طلعت الاي اللي ماشي من الباور ستيشن في الواير في ايه؟ لغايه ما وصل للزون. انا عايز بقى الفولتج دروب، يبقى كده اخد اي اللي طلع في الريزيستنس اللي عندي. خلاص؟ طيب بيقول لك انا عايز الترانسميشن افشنسي. الترانسميشن افشنسي ديت بتجيبها ازاي؟ الافشنسي كنت بقول لك افشنسي اللي هو ترانسفورمر افشنسي كنت باخد باور السكندري على باور البرايمري تايمز ايه؟ تايمز 100. هنا بقى الترانسميشن افشنسي بتاخد باور الزون على الباور الستيشن تايمز كام؟ تايمز 100. طيب باور الزون على باور الستيشن تايمز ايه؟ تايمز 100. هل انا عندي باور الزون؟ لا. طب هجيبه ازاي؟ ما هو باور الستيشن متقسم جزء بيضيع في الواير والباقي بيوصل للزون. فانا احسب الاول الجزء اللي ضاع في الواير كام؟ تعال نشوف. انت مثلا عايز تعرف الباور لوس في الواير، قلت لك اي سكوير في ايه؟ اي سكوير في ار. فانت طلعت الكرنت من باور ستيشن على الفي ستيشن، يبقى تقول لي اي سكوير
في الريزيستنس يبقى انت عرفت الباور في الواير كام. بعد كده تقول لي باور الستيشن ماينس باور الواير تقدر تطلع باور مين؟ باور الزون. يبقى انت جبت باور الزون تعمله ديفايد باور الستيشن تايمز 100 يبقى انت عرفت الترانسميشن افشنسي طالع كام. خلاص دي من الافكار برضو اللي ممكن ايه تيجي في الترانسفورمر. نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك the primary winding of transformer has 500 turn. يبقى ديت كده ال NB والsecondary coil 5000 turn. ديت كده ال NS والprimary coil connect مع power supply اللي هو ال VB وديت الfrequency بتاعته. عايز secondary coil output ال V بتاعته كام. خلاص يبقى VB على VS equal NB على ال NS. معاك ال VB اللي هي 20 فولت على ال VS اللي انا عايزها equal ال N primary اللي هي 500 على ال N secondary اللي هي 5000. تعمل لي cross multiplication هتطلع ال VS. الحته اللي انا عايز اوضحها لك هنا ان الفريكونسي ديت ايه وضعها. يعني طلعت ال V ال VS طلعت مثلا ب 200 ماشي. اختار بقى 200 والفريكونسي هتزيد ولا تفضل زي ما هي 50. دايما الفريكونسي تفضل كونستنت. سجل بقى النوت ديت. الفريكونسي دايما هتفضل ايه؟ تفضل كونستنت. فهتختار اللي فيها كام؟ نفس الفريكونسي. السؤال اللي بعده بيقول لك the diagram shows an ideal transformer its secondary coil is connected to a device X. A current of 2 ampere pass through the device. What is the type of this transformer? ادي الديفايس X اللي اتوصل مع secondary coil وهنا primary coil. شايف انت NB وهنا NS. ادي turn 2 3 4 5 6 هنا 1 2 3. يعني ال NB higher than ال NS. يعني ال NS اصغر من ال NB. يبقى كده step A step down transformer. طيب بيقول لك find the resistance of the device X. Given that ان ال N secondary half ال N primary. ماشي مش انا معايا ال معايا ايه؟ معايا هنا ال V primary coil ومعاك ال current اللي ماشي في ال device. يعني معاك ال I ايه؟ ال I secondary coil. انت عايز تعرف ال resistance اللي هنا. ال resistance equal V على I. يبقى لازم اجيب ال V secondary وانا معايا ال I secondary اللي هو 2 ampere. يبقى انا اطلع ال V secondary اجيبه ازاي؟ VB على VS equal NB على NS. ليه ما حطيتش ايتا؟ ما هو قال لك فوق ايديال ايه؟ ترانسفورمر. فالايتا ب 1 مالهاش اي لازمه. طيب ال VB اللي هي 240 على ال VS اللي انا عايزها equal ال NB على ال NS. NB ب NB. طب ال NS ال NS half NB. NB cancel NB 2 تطلع فوق يبقى 2 على 1. Cross multiplication كده انت حسبت ايه؟ ال V secondary او بالصولف تطلع فوق تقول لي ال R equal ال V اللي طلعت على ال I secondary اللي هو بكام؟ ب 2 امبير. يبقى انت جبت ال ايه؟ ال resistance صح. السؤال اللي بعده يلا. بيقول لك in the opposite diagram the bulb will. انا شايف ايه في ال opposite diagram ده؟ شايف DC source. ها افتكر doesn't operate مش هيشتغل فالبالب ده مش هينور. ليه؟ لان الترانسفورمر بيشتغل مع alternating مع اي سي محتاج variation عشان يعمل ايه؟ equal induction. يبقى دلوقتي glow لا not glow تمام not glow تمام glow لا. تعال نشوف بقى not glow مين فيهم اللي صح. not glow because the primary coil is connected مع battery مظبوط ولا not glow لان secondary coil is smaller؟ طبعا غلط. يبقى هي الانسر مين؟ انسر مين؟ في السؤال اللي بعده بيقول لك transformer has input of 110 DC voltage. DC voltage DC ما بيشتغلش اختار 0. شفت كمل يلا معايا. بيقول لك what observations are based on connecting primary coil of step down transformer to an electric bulb X and DC source and connected connecting another electric bulb Y to the secondary coil terminals. بيقول لك ايه اللي انت هتلاحظه لما توصل البرايمري كويل بتاع ستيب داون ترانسفورمر. يعني عنده في اس للزان في بي وان اس للزان ان بي واي اس هاير زان اي بي لما توصله مع الكتريك بولب اكس ودي سي سورس. واخد بالك؟ يعني لو حبيت ترسم
انت هتجيب بص بيقول لك ايه البرايمري كويل هيكونكتد مع مين؟ مع بالب اكس وباتري دي سي سورس، فاكيد بالب اكس دوت ايه؟ جلو. ليه؟ هو متوصل مع باتري. طيب لما اجيب بقى في السكندري كويل بالب واي هل ممكن يشتغل؟ هو بيشتغل لو كان البرايمري كويل متوصل عنده اي سي سورس، لكن دلوقتي متوصل عنده باتري دي سي يبقى نوت جلو. يبقى انا عرفت ان اللي متوصل مع الباتري اكس هينور، لكن واي في السكندري كويل مش ايه؟ مش هينور. يبقى اكس جلو تمام، واي جلو طبعا اكس جلو تمام، واي نوت جلو تمام. يبقى الانسر بتاعي اللي بعده بالب اكس نوت جلو غلط، بالب اكس نوت جلو غلط. خلاص السؤال اللي بعده بيقول لك هنا in the shown figure the potential difference across resistance R. فين الريزستنس R اهي اللي هي مع السكندري ايه؟ سكندري كويل. طيب مديك هنا البرايمري كويل عنده في بي بي في والان 1 بتاعته ان 1 والان 2 هاير زان الان 1. انا عايز الفي 2، انت هتعمل ريشيو عادي في بي على في اس ايكوال ان بي على ان مين؟ ان اس. طيب الفي بي بكام؟ انا شايف الفي بي بي في ديفايدد في اس اللي انا عايزها اللي هي في 2 ايكوال ان بي. الان بي اللي هي هنا بان كام؟ ان 1 على الان اس اللي هي ان 2. تعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى الفي 2 هتبقى ايكوال الفي تايمز ان 2 ديفايدد ان مين؟ ان 1. يبقى الفي في ان 2 على ان 1 هيطلع لك الفي 2 اللي انت ايه محتاجه. بيقول لك هنا في السؤال هنا شون فيجر البوتنشال ديفرنس اكروس الار، يا ترى ليس ذان دي ولا جريتر ذان دي ولا ايكوال زيرو؟ ولا ايكوال زيرو لو هنا مكان الاي سي سورس دوت في باتري، لكن في هنا اي سي سورس يبقى اول الانسر سي ده ايه؟ هيبقى. طيب تعال نشوف كده هو ده ستيب اب ولا ستيب داون. انا شايف هنا التيرنز بتاعت البرايمري كويل والسكندري كويل من اكبر، هنا كده سكندري هنا كده برايمري، فباين جدا ان الان سكندري هاير زان ان برايمري. ايه ده؟ يعني ده ستيب مين؟ ده ستيب اب. يعني كده الفي سكندري هاير زان في برايمري، يعني كده الفي 2 اكبر من في بي. الفي بي بكام؟ بفي. يبقى الفي 2 اللي انا عايزها هنا هاير زان مين؟ هاير زان الفي. يبقى اختار جريتر زان مين؟ الفي. السؤال اللي بعده بيقول لك ستيب داون ترانسفورمر، يبقى في اس للزان في بي، ان اس للزان ان بي، اي اس هاير زان الاي بي. اوف افشنسي يبقى ديت الايتا، وركس اون بوتنشال ديفرنس 200 يبقى ديت الفي بي، it has two secondary coils يبقى يجي في دماغك ان ممكن تشغل الاثنين توجذر وتستعين بالايه؟ بالرول اللي احنا قلناه. طيب بيقول لك the first is consumed to a device power، يبقى هنا power 1 power secondary 1 and operates on voltage 12 volt VS1 والسكند عنده ادي VS2 وعنده IS2 علشان لو احتاج تجيب الباور S2. وبيقول لك النمبر اوف ترن بتاعت البرايمري NB 1100. Calculate the number of the first number of turns of the first secondary coil. وعايز the number of turns للسكند secondary coil. يبقى هيشغل كل واحد لوحده. عادي بقى. الرول بتاعك VB على VS1 equal NP على NSA NS1. اطلع فوق في efficiency خلاص اسجلها معاه. يبقى البيتا VB على VS1 equal NB على NS1. الايتا 75 يبقى كده 75 على 100 اللي هي 0.75. في بي الفي بي لو طلعت اشوفها بكام؟ في بي اهي بكام؟ ب 200 ديفايد في اس 1. اطلع بص فوق كده في هنا في اس 1 اللي هي بكام؟ ب 12 equal ال NB 1100 على NS1 ونعمل solve ونطلع ال NS1.
وبعد كده نقول الـ Ether VB على الـ VS2 equal الـ NB على الـ NS2. معاك الـ NB الـ VB الـ Ether زي ما هما، هتغير بس الـ VS2 وتشوف هي بكام. كانت بـ 24 وتطلع الـ VS ايه؟ تطلع الـ NS2. اشتغلت انت مرة وايه؟ مرة ومرة. انما لو هيقول لك ان الاثنين يشتغلوا together وهات لي الـ Efficiency او هات لي حاجة تانية unknown، هتشتغل بالرول بتاع الـ Ether equal الـ Total Power Secondary، ان انت الـ VS1 IS1 plus VS2 IS2 divided the total divided the power primary اللي هو VB على E VB times IB. اللي بعده بيقول لك ان step down transformer يبقى VS للزان VB NS للزان NB IS higher than IB of efficiency ديت البيتا works on voltage يبقى هنا ال VB it has two secondary coils ال first يبقى دي حاجات ال first و ال second عنده power على بعضه كذا operate على potential اهو calculate ال current intensity اللي ماشي في ال primary coil IB اسمع بقى when the two devices operate together الاثنين دي هيشتغلوا سوا الاثنين هيشتغلوا سوا يعني ايه؟ يعني كده ال eta equal VS1 IS1 plus VS2 IS2 divided VB I mean IB. اداك الـ efficiency معاك 90% يبقى 0.9 ليه 90 على 100 equal VS1 VS1 16 في IS1 0.5 يبقى 16 times 0.5 plus VS2 في IS2 مديك البار على بعضه تو كام 1.9 خلاص كل ده على ال في بي ال في بي اللي هي كام معاك ال في بي فوق اهي 200 كام 220 تايمز الاي برايمري اللي انت ايه اللي انت عايزها هتعمل سولف وتطلع الاي مين الاي برايمري. طيب كده خلصنا الاسئله بتاعت الترانسفورمر. زي ما انت شايف الترانسفورمر سهل وبسيط ما فيهوش اي ايه اي حاجه. اقول لك بس اخر حته في الترانسفورمر في النظري علشان وانت بتذاكر وخلاص. الترانسفورمر فيه اربع حاجات تعرفهم مهمين جدا. الالكتريكال انرجي بيحصل لها لوس في صوره كام حاجه؟ اربع حاجات. في بارت اوف الكتريكال انرجي لوس ان فورم اوف ايه؟ ثيرمال انرجي في حاجتين. مين ومين؟ ثيرمال انرجي اول حاجه في الثين وايرز للبرايمري والسكندري كويل. ثاني حاجه في الايرن كور بسبب الايدي كارنت. طيب في بارت اوف الكتريكال انرجي لوست ان فورم اوف ماجنتيك انرجي وممكن ان فورم اوف ايه؟ ميكانيكال انرجي. ميكانيكال انرجي في الايرن كور والماجنتيك انرجي بسبب الديسيبيشن ان ماجنتيك فيلد من البرايمري للسكندري كور. طيب ازاي اعمل افويدنج للاربع حاجات دول؟ اول حاجه الثين وايرز اجيبها من اريا كبيره least ohmic resistance علشان اقلل الباور لوس في شكل ايه؟ ثيرمال انرجي. تاني حاجه علشان امنع الايدي كارنت امسك الايرن كور دوت اعمل له ايه؟ divided it into small lamina او small sheets between of them isolated material علشان امنع الايدي كارنت وامنع البارت اوف الكتريكال انرجي اللي بيجي في شكل ايه؟ ثيرمال انرجي. علشان امنع الماجنتيك انرجي ان هي تضيع الديسيبيشن ان فيلد الديسيبيشن ان فيلد بجيب البرايمري كويل بحطه جوه السكندري ايه؟ سكندري كويل. بوتس البرايمري كويل انسايد السكندري كويل. طيب اخر حاجه الماجنتيك انرجي اللي بتضيع في الايرن كور بجيب حاجه اسمها سيليكونيك ايرن كور بيبقى عنده ايز دي موشن للماجنتيك موليكيولز علشان ينقل الماجنتيك فيلد من البرايمري للسكندري كويل اكروس مين؟ الايرن كور. تمام؟ يبقى بستبدل الايرن كور بايه؟ سيليكونيك ايرن كور. خلاص ده كلام في النظر كده انت تبقى عارفه ووريتك كذا شكل من الافكار بتاعت الاسئله بتاعت الترانسفورمر. خلاص احفظ القانون الوحيد اليتيم اللي بيحل لك الحاجات ديت وابدا درب نفسك على الافكار ديت ورتب ايه دنيتك وما تقلقش السؤال بتاع الترانسفورمر بيجي دايما سهل يعني. خلاص طيب لو جينا نكمل مع بعض ننزل على الموتور. طبعا الاسئله بتاعت الموتور برضه هم كام سؤال معروفين ما فيهمش اي حاجه ايه؟ اي حاجه. تعالى نحلهم مع بعض كده وافكرك بالموتور وبعد كده يفضل لنا فيديو واحد ونقفل الشابتر ده.
أول سؤال هنا في الموتور بيقول لك the object figure represents the structure of a simple motor. Which of the following component provides the motor with the required energy for rotation. المفروض الموتور بيشتغل بالتورك. يبقى الموتور دوت دبندس على ايه؟ على التورك. يعني دبند على مين؟ على تاو ايكوال بيان ساين ايه؟ ساين سيتا، والسيتا ما بين النورمال فيزيقية وذا دايركشن اوف ماجنتيك فيلد. ايه الكومبوننت بتاعته؟ عادي بيبقى معانا ماجنت عشان نجيب ماجنتيك فيلد، في معانا السورس اوف انرجي اللي بيديك الكرنت اللي هو الباتري، في معانا جرافايت براش، في الهاف سلندر اوف كوميتيتور، في الريكتانجلر كويبر. طيب هو هنا بيسالك على الريكوايرد انرجي اوف روتيشن، هيبقى نمبر كام؟ نمبر 5 اللي هو الجزء ايه؟ الجزء ده خلاص، يبقى اخر ايه؟ اخر واحد. طيب السؤال اللي بعده هنا بيقول لك the object figure shows structure of simple motor, so the direction of the torque, direction the torque acting on the coil depends on component A. direction torque، التورك equal بيان ساين سيتا، ف direction torque بيدبند على الحاجات اللي فيها direction اللي هو direction field و direction electric current. direction field بيطلع من الماجنت يعني number 3، و direction current اللي طالع منين؟ من الباتري. يبقى كده انت معاك 3 وكام والباتري 5، يبقى تختار لي 3 وكام؟ 3 و 5. السؤال اللي بعده بيقول لك the opposite figure represents a motor coil that rotates from the shown position in clockwise direction. Then the angle of rotation from this position at which the current reverses its direction in the coil is can. يعني كده انا معايا كويل، الكويل ده باين ان هو عامل سيتا كام؟ سيتا 60. طيب لما الكويل يبقى عامل سيتا 60 التورك يبقى كام؟ ماليش دعوه بالكويل عامل ايه، انا يهمني النورمال إذا كويل عامل إيه؟ فأنت هنا لو الكويل عامل 60 يبقى النورمال عامل 30، يبقى هنا التورك إيه؟ هاف ماكس. طيب هو بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك هو بيلف كلوك وايز، فهو بيقول لك since the angle of rotation from this position at which the current reverses its direction in the coil is can. الأنجل اللي هيلفها علشان يعكس direction الكرنت. علشان يعكس direction on which current reverses. لما يكون direction current reverses فده هيعكس لك direction مين؟ الماجنتيك تورك. طيب الماجنتيك تورك هنا واقف على ايه؟ على الهاف ماكس. فاضل كام علشان reverses؟ ما هو المفروض بيبدا منين؟ المفروض انا هبدا من زيرو، بعد كده بوصل للماكس، بعد كده بنزل للزيرو. انا هنا بقى واقف على ايه؟ انا بادئ من الزيرو واقف على الهاف ايه؟ الهاف ماكس اللي هي سيتا كام؟ سيتا 30. هلف كام من بعد ال 30 علشان اوصل لهنا 270؟ يبقى عشان اوصل للهاف سايكل اللي هي 180، يبقى هنعمل ايه؟ الاثنين ماينس بعض، يبقى 180 ماينس كام؟ ماينس 30، يبقى المفروض يلف كام؟ 150. يبقى المفروض الكويل يلف 150 علشان يعكس دايركشن الكارنت. خلاص؟ يبقى انت هتختار 180. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك هنا the object figure shows one of the positions of the splattered metal cylinder with respect to the graphite brushes in motor during its rotation. Then the reason that leads the spontaneous rotation of the coil and scaling this situation. بيقول لك السبب اللي بيخليه يكمل الروتيشن. بص بقى، المفروض ان الموتور كويل بيبدا الروتيشن من البارل بوزيشن عشان التورك يبقى ماكس. لما بيبدا الروتيشن من البارل ويروتيت كوارتر سايكل بيبقى بيربنديكولار، يعني التورك فانش. طب ما لو التورك فانش المفروض هو كان بارل فالتورك ماكس فبدا يعمل روتيشن. لما يبقى بيربنديكولار المفروض انت دلوقتي جاي من الماكس بيعمل ديكريز لغايه ما وصل لزيرو، فبتظهر حاجه اسمها انرشيا كونتينيو اتس ايه؟ روتيشن، بيخلي الكويل يكمل الروتيشن. يبقى الكويل بيكمل الروتيشن بسبب مين؟ بسبب الانرجي. طب بيكمل الروتيشن ان وان دايركشن ليه؟ ده بسبب ان دايركشن الكرنت في السايدز بتاعت الكويل ريفرسد ودايركشن الفورس ريفرسد، فبيخلي لك الكويل يلف ان وان ايه؟ ان وان دايركشن. طيب انت شايف هنا الكويل حته برضه
على الجزء ده. شايف انت ديت الجرافايت، ركز فيها كده، وده الهاف ايه، دول الهاف سنتر. لو انت شايف البوزيشن دوت، او بص هيبقى واضح تحت شويه، شايف انت الجرافايت لابسه مين؟ الهاف سنتر. الجرافايت ديت باللون الاحمر دي كده لابسه الهاف سنتر. لو الجرافايت لابسين الهاف سنتر كوميتيتور، يبقى كده الكويل بارل. يعني هو لو جايب لك بوزيشن زي ده كده كويل ايه؟ بارل. ولما يبقى الكويل بارل التورك ايه؟ تورك ماكس. تورك ايه؟ تورك ماكس. انما لو جايب لك بوزيشن زي ده، الجرافايت لامس مين؟ لامس الايزوليتد ماتيريال. لما يلمس الايزوليتد ماتيريال يبقى هنا الكويل ماله؟ بيربنديكولار، يعني التورك ايه؟ التورك زيرو. يبقى خلي بالك من البوزيشن دوت والبوزيشن. طيب نكمل مع بعض. بيقول لك some of the figure represents one of the positions of a splitted metal cylinder with respect to graphite brushes in the motor. Then the magnitude of the generated torque in this position. هو البوزيشن دوت مين لمس مين؟ معاك الجرافايت براش لمسه الهاف سلندر في كوميتيتور، يبقى الكويل بارل، يبقى التورك ماكس. يبقى انت هتختار لي هنا ايه؟ ماكسيموم فاليو. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك الباكورد انديوز اي ام اف ان ذا كويل اوف موتور. المفروض في اي ايكوال ال في بي ماينس اي ام اف باكورد ديفايدد ايه؟ ديفايدد ار. الاي ام اف باكورد ديت هي بتعمل حاجه اسمها ستابيلايزس، بتنظم السبيد اوف روتيشن بس. يبقى انت عمال تلقط معلومات عن الموتور. هم الكام معلومه اللي انا حليتهم دول؟ اسئله الموتور اللي هو بيسال فيها. يبقى هنا لما تلاقي باكورد اي ام اف، يبقى تختار حاجه فيها ستابلايزز، بينظم السبيد اوف روتيشن بتاع الايه؟ بتاع الكور. طيب كمل معايا. بيقول لك ذا اوبزيت فيجر illustrates ذا ستراكشر اوف سامبل موتور تو مينيمايز اي دي كارنت، علشان اقلل الاي دي كارنت. في السوفت اير ريبورت بيقول لك وي ماست ريبليس بارت نمبر 3 بي 2 ميتاليك رينج فين بارت 3. انت عايز تقلل الايدي كارنت؟ يبقى هتمسك السوفت ايرن كور تقسمه. فين السوفت ايرن كور دوت؟ اللي هو كام؟ اللي هو يبقى اللعب في كام؟ اللعب في 1. بيقول لك انا هقسم 3 يبقى غلط. طيب ريبليس بارت 5 بباتري اكبر في الاي ام اف 5 ماليش دعوه. طيب ريبليس بارت نمبر 1، ركز بقى في 1، with an iron core that is formed of semi-isolated sheets. ولا replace part 2 with number of coils that have a small angle between them. بص كده. المفروض طبعا الانسر هيبقى سي، ان انت هتجيب لي الايرن كور ده تستبدله بثين انسيليتد شيتس، متقسمه لشرايح with isolated material علشان تمنع الايديكال. ماشي. لكن اخر واحده ديت ان انت بتجيب several coils with equal small angle مع الكوميتيتور والكونكيف وولز اوف ماجنت، ده علشان تزود الباور بتاع الايه؟ الباور بتاع الموتور، او الافشنسي بتاعت الايه؟ بتاعت الموتور. خلاص؟ يبقى انت كده اخر واحده ديت تعرفها اللي هو ريبليس بارت نمبر 2 with a number of coils several coils with equal small angle between them، ده عشان تزود الايه؟ الباور بتاع الايه؟ بتاع الموتور. او ان انت تشتغل على الماجنت، وبدل ما هو بيبقى فلات بولز كده، لا انا اجيبه ايه؟ كونكيف بولز. خلاص كمل يلا اخر سؤال على اخر سؤالين على الموتور. بيقول لك ذا فيجر illustrates ذا ستراكشر اوف سمبل الكتريك موتور وين ذا كوير روتيتس فروم ذا بارل بوزيشن الفورس اكتنج اون سايد ا واير اي دي. هو هيبدا الروتيت من البارل فيلد من ال ان ال اس كده، في كارنت هيطلع من الباتري ماشي كده. يبقى انت لو عايز دايركشن الفورس لانج ليفت هاند رول، معاك الموشن اللي هي الفورس صن، البوينتر هو دايركشن فيلد، الريست اوف فينجرز هما الكارنت، معاك الكارنت ادورد، ومعاك الفيلد رايت، يبقى الموشن داخله لجوه، يبقى الواير اي بي دي هيتحرك ليه؟ هيتحرك لجوه. طيب هو بيقول لك ايه؟ الفورس اكتنج اون واير دي ريمينز ماكسيمم ولا ريمينز زيرو ولا انكريز فروم زيرو تو ماكسيمم فاليو. هو ما بيسالش هنا على الدايركشن.
طيب انا جبت الدايركشن، تعال نشوف الماجنيتيود. انت شايف السايد اي دي دوت مرسوم كده، تمام؟ السايد دوت هيبدا، بص كده اللي هو اعتبره ايه؟ اعتبرها الاتش دايركشن، خلاص؟ معاك انت الماجنتيك فيلد اهو، ومعاك السايد اهو. شايف صابعي ده؟ اه، ما هو ده السايد. صابعي دوت بيربنديكولار على الماجنتيك فيلد، يبقى الفورس بي اكسترنال اي ال واير ها ماكس. طيب لما الكويل يلف اهو، الواير لسه بيربنديكولار، الكويل لف بيربنديكولار، الكويل لف بيربنديكولار، ايه ده؟ يعني في فورس دايما موجوده ماكس، يبقى ريمينز ايه؟ ريمينز ماكس. السؤال اللي بعده بيقول لك the figure illustrates the structure of a standard electric motor. The coil A, B, C, D continuous rotation from the vertical position بسبب الفورس ولا الفورس ولا الانيرشيا؟ بيكمل الروتيشن بسبب الانيرشيا. خلاص؟ دول كده كام سؤال اللي لخصوا لنا الموتور، تمام؟ كده انت خلصت كل حاجه في شابتر 3، بقى لنا بس فيديو صغير كده 12 سؤال على الجرافس اللي هي بتاعت السلوب والتانجنت والاشكال بتاعت السلوب وكده، علشان الحاجات دي مهمه جدا وبتيجي ومن الاسئله الرخمه والصعبه، خلاص؟ فاستحمل بقى اخر فيديو في شابتر 3 هيخلص بسرعه باذن الله، ويبقى انت كده انهيت تماما شابتر ايه؟ شابتر 3. حل بقى على الترانسفورمر وما فيهوش حاجه، حل على الموتور، هتلاقي اصلا الاسئله اللي انا حليتها لك ديت مفيش غيرها. يعني انت بقى شوف انت اسئله ثانيه في اي سورس ثاني، المهم تحل وتظبط نفسك وتحفظ قوانينك عشان تقدر تكمل كويس. خلاص؟ يلا هاند كمل معايا اخر فيديو.